كيف نفسك الانجليزيين، لكن انت تدخل لما تهدي للوثاني من تهدي للكره من ديمقراطي مجدنا المصرفي لمشكل الرباعي مجد الوثاني مهدي الوثاني وسام السلامي من الافريقي اول من الملعب التونسي للنادي الافريقي 8 انتصارات هذا الموسم، بينما الملعب التونسي 5 انتصارات، يعني مقابل قمة هذه الجولة. أو حمزة العقبة من حمزة الزكاة تتخطى الكرة من الملعب التونسي مهدي الورتيني عكس الهجوم المهدي الورتيني، مهدي الورتيني البحث على أسامة السلامي من جديد كرة كواسي كوسي من جديد الملعب التونسي حاول تهديد مرمى الحارس عطف الخيلي والاختلاف أكثر منطقة الدفاع النادي الأفريقي محمد نطق الملعب التونسي حمدي المبروك حمدي المبروك مارسيل كواسي مارسيل كواسي مهدي الورتيني مهدي الورتيني ما مش شكل رجع ولا ينفع عجبالي سامة السلامي بدل كوسي مهدي الورتيني مهدي الورتيني بتشكيلة الملعب التونسي حاول التعديل الملعب التونسي قبل نهاية الشوط مارسيل كواسي يرفع كرة عالية وين الخليفة بعد يعني خط التجاس من الجهة المقابلة بعد الهجوم وهذه التسديدة هذه عدل النتيجة مهدي الورتيني هذه عدل مهدي الورتيني أمامنا النتيجة لهذا الشوط اللي تحاول الرجوع النتيجة أمامنا تسديدة ممتازة كانت لكن فوق العارضة من لاعب مهدي الورتيني أمامنا على الصورة بينما المنتخب المغربي عاد التعادل يجيب 1-1 من غامبيا بالتوفيق لكل المنتخبات العربية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم كرة طويلة كالعادة البحر داخل المنصوري لكن يقطع الكرة دفاع البقلاوة مقطوعة من اللاعب رقم 5 الورداني محمد جيم جبيلي كرة طويلة كالعادة البحر إلى الميسيلو لكن موجود حمد كريم الكرة طويلة البحر نبيل الميسيلو بكل صراحة موش قاعد يكون المستقبل الرياضي حمد المبروك اللي يرتبك فيه المدينة والسلامة مقطوعة من أبو بكر كومبادو جيد جدا اللاعب رقم 5 من تشكيلة الملعب التونسي محمد الورداني كان تطليع يتدخل طرف أرضي كيش بعكس الهجوم محمد بن عمار جيد تغيير وسط العب بشكل اللاعب رقم 5 محمد الورداني جيد المراوغة والتدخل الموجود من فيخر المنصوري التدخل الموجود من فيخر المنصوري على محمد الورداني ملكوسي مرة أخرى أوبانك وكول غير وجه العب جي محمد الورتيني جيد الكنترول ديني بري مازال الهجوم للكناوية ماذا يفعل دي ديني بري خلي الكرة داخل المنصوري كرة كبيرة محمد الورتيني خمسة دقائق لعب على نهاية الشوط الأول كان سيضيف الوقت الإضافي محمد سعيد الفردي محمد بن عمار لاعب الاسم ليه البقلاوة محمد الورتيني الكرة ويحفظها مروان بيش محمد بن عمار ومارسيل كواسي يعكس الهجوم من ترويج تسلل مارسيل كواسي هل يكون حارس البقلاوة اسعد الحكيمي للتركيز هنا يجب وتيضغط المستقبلية حارس الملعب التونسي محمد الحق موجود بعد تدخل بسام البلعابي بسرعة مارسيل كواسي لمهدي الورتيني مروان ديت We're gonna make it.
مباراة طيبة. يغيب عليها الكنترول، يغيب عليها الفينيسيون والكرة سهلة. هنا لأسعد الحميم يعكس الهجوم. ديال مباراة اليوم هل يستغل أبناء جيرار بوشير النقص العلبي وخروج بارك وكو ديال مصراتي يحاول يعكس الهجوم أبناء الملعب. مارسيل كواسي إلى مهدي الورتيني يبحث عن تمرير يلقى الحل مع مهدي الورتيني مدى كرة حمدي للمبلوغ كرة محمد السلامي يبدأ الكرة نور حضرية يبحث على المهاجمين والحكم بيقول مخالفة ضد اللاعب نور حضرية مخالفة للملعب التونسي. لحد الآن وضربات قصية وصول تغييرات من كل الفريق الفرنسي يدير كلود يقصد قطع الميدان لاعب المنير حكم وسط العرض كرة نور حضرية يحاول الهجوم ضد الملعب التونسي خصم من مهدي الورتيني خرج الكرة كرة تتوسرته كرة سهلة تتخرج محمد بالخوجة رجع كرة مهدي الورتيني كرة الملعب التونسي يحاول بناء الهجوم مهدي الورتيني كرة دعاية بحث على محمد السليم يتبع فيها اللاعب رقم 3 لا أظن أنه لاعب مروان باشا هو مش يصح ظهير يمين بالرغم انه لاعب يميني بالرغم لاعب هجومي ويميني يساري لكن هجومه قوي. الحربوي على العارضه النادي للبنزرتي ضغط النادي للبنزرتي في هذه الهوله الحرب ما كانت معاه تزيد ضغطه بالعارضه بالجديد حسن الحربوي We'll be right back.
مرحبا بيك سمير. مرحبا بيك. تتلعب المخالفة وترجع من الدفاع على عديد اللاعبين الشبان على غيران مبتغى الورمي كذلك حسن حربيوي للتصويب على اليسار حسين بن حاج مبروك حسين الحربيوي من صالح النادي البنزرتي كرة خطيرة توزيعة ما ترقى حد ما زالت الهجمة خطيرة التسديد وترجع من الدفاع وحاول كرة طويلة ترجع بالراس النجم الساحلي افتتح النتيجة مواصلة لمجد الشودي هدف بشيرا يريح أكثر ملاعبين حفل اللعب بجانب النجم نقطع الكرة في وسط مدينة محمد سليمة مامادو تابو وكان خطير كان ممكن نادي البنزرتي في كورة ولا سنين يفاجأ دفاع النجم الرياضي الساحلي ولو انه الى حد الان افتكلوا كرة في وسط مدينة المحاولات الأخيرة للنادي البنزرتي كرة في وسط مدينة علي المشاني حسين بن حاج مبروك كريم بن عمر يوسف إيراني في وسط الميدان محمد سليمة إيهاب المباركي مامادو تابو مهدي الوثاني وتونيرو حمزة المسلوطي حمزة الحجري ووهدي الجبيري حكم المباراة فؤاد البحري عادل ترجع الكرة هجمة دانيلو وميدي يكون بدور نتاعه ممكن كيف ما تغيير بعد فترة يكون الجزيري على مستوى دانيلو وميدي يكون بدور نتاعه ممكن كيف ما تغيير بعد فترة يكون حسن الحربيوي محمد سليمة التصويبة يأكد قوته الجماعية والتفاهم بين اللاعبين نتاعه لعب سيتي تخليف من تخليف النتيجة فريقه النادي الفا احمد العكيش يبحث على الهدف رقم 15 لكن فاروق بالوصفه قالوا لا كره في وسط الميدان يتقدم مهدي الوثاني بدل اللعب لليسار متعب سيسي يحاول يراوغ لكن يخسر الكره الاخيره قالوا سمير ربما النجم يطلع ما عندهم ما يخسروا توا ما عادش برشا وقت لازم يتقدموا يغير المدرب من التفكير نتاعو التفكير الاولاني عنده فيه الحق يتكثف العدديه وثم يحاول يلعب الركنيه التوزيع ترجع بالراس من الدفاع هذه هجمه معاكسه لل علي المشاني مهدي الوثاني الجولة 24 يوم 3 يوليا الجولة 25 قبل الأخيرة ستدور يوم الأربعاء ضد اللاعب دانيلو بيترولي وعشر أهداف في رصيده إلى حد التفكير الدفاعي مبالغ فيه هذا بالذات أكيد أنه زل بدنيا في الشوط الثاني سمير مع عمر عبد الحميد خطيرة لفائدة النادي رياض البنزرتي ممتاز محمد الزويبي رياض البنزرتي نفذ الركنية وروج مرة أولى ومرة ثانية وعالية التردد بتاعه كان يكلفه ربما هدف أنه في الإعادة خرج ورجع ولعب في مستوى خارج ثاني من غير البحر على نادي المسيري أو مي الخير المساحات الشاغرة حل فردي ما كانش الحل الأحسن في الوضعية الأخيرة كرة على الهلال البيبي كرة عالية ترجع من دفاع الهلال البيبي على السيما الكرة إلى علي مشكي إلى علي مشكي إلى محمد سليمة على المساندة على نهاية الموسم على النادي البنزرتي حول المرور ما يسقطش اللاعب خطيرة وفما رودري مدريد البنزرتي يحاول العودة يلعب مع فخرجين أو أيضا يلعب مع لاعب مهدي الورتاني توصل الكرة مهدي الهميزي مهدي الورتاني مهدي الورتاني مهدي الورتاني يحاول المرور مهدي الورتاني لا واحدة اثنين يرجع له الكرة مهدي الورتاني لكن يوصل إلى أسامة السلامي بسرعة يسبق كورتو سبق كورتو أسامة السلامي
هفوت مدافع الافريقي، لكن عادل النفسي لا عمر العويدي توصل في وسط بتبديل الركنية وبعيدة بعيدة الكرة الأخيرة بسرعة كرة باتجاه عمر العويدة العهدي مع التتويجات خاصة لقب البطولة. على الكرة الأولى